تحية طيبة لكم مشاهدين الأكارم أينما كنتم بكل خير، وعظم الله لكم الأجر بمصابي أبي عبد الله الحسين وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم أحبتي، يعتبر الكرم والسخاء من أشهر الصفات وأشهر أوصاف النبيين وأعرف أخلاق المرسلين. إكمالا لهذا النهج وإيمانا بهذه الرسالة، أخذت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة إكمال مسيرة البذل والعطاء، فكان مضيف الإمام الحسين عليه السلام باسطا كفوف الجود والكرم لملايين الزائرين للإمام الحسين وأخيها بالفضل العباس طيلة أيام زيارة الأربعين. نعم أحبتي، للتعرف حول الخدمات التي يقدمها قسم المضيف رافقونا. يا البعيد وجمر وسط القلب صاير، يا البعيد وجمر وسط زوار المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نعم أحبتي، للتعرف حول هذه الخدمات التي يقدمها قسم المضيف ينضم معنا معاون رئيس قسم المضيف الحاج محمد إبراهيم حسن. السلام عليكم، عظم الله أجرك وأهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة كربلاء الفضائية. الله يعظم أجركم ورحمة الله وديكم، كنا لخدمة زوار الحسين إن شاء الله. أحسنت حجينا، حجينا حدثنا عن الخدمات اللي يقدمها قسم المضيف في العتبة الحسينية المقدسة للزائرين طيلة أيام زيارة الأربعين. بالنسبة للمضيف، هسه احنا هنا بصالة يعني صالة الضيوف. هاي صالة الضيوف يعني بالنسبة لزيارة الأربعين بس الصالة، لأنه برا ما نقدر نوزع المكان. أما المواقع اللي عندنا اللي توزع داخل المدينة فهي موقع شارع السدرة، وموقع اللي بشارع الشهداء، واللي بصحن العقيلة، واللي يم الضريبة والتربية. هاي خمس مواقع هنا، واكو موقع عندنا باب بغداد حي العباس مدخل المدينة. بالنسبة للمواقع الخارجية هنا عندنا أربع مدن زائرين، هي مدينة السيد الأوصياء، مدينة الإمام الحسن، مدينة الإمام الحسين، وهالسنة فتحنا مدينة اللي هي منطقة بدرة. حجينا، كم وجبة توزع باليوم؟ بالنسبة هنا الصالة، هنا الصالة 3000 إلى 4000 وجبة، لأنه بس صالة تعرفون المكان مزدحم ما نقدر نرجع برا. أما باقي المواقع فهي متفاوتة يعني هسه اليوم مدينة فاطمة الزهراء اللي هي بدرة قاعد توزع يوميا 25000 وجبة غداء وعشاء وريوق. باقي المدن حسب الطلب اللي عليها، لأنه مدينة النجف الطلب كله على مدينة النجف، زوار مشاي أكثر، فمن 20 إلى 25. مدينة الحلة من 15 إلى 20. أما بالنسبة لداخل المنطقة شارع السدرة عندنا ثلاث مواقع، ثلاث مطابخ، هذا قاعد تطبخ يوميا 30000 وجبة غداء عشاء ريوق. أما بالنسبة لصحن العقيلة، صحن العقيلة 10000 إلى 11000. بالنسبة لموقع الضريبة وموقع التربية يومية 6000 إلى 5000. حجينا، هناك تصريح للأمين العام للعتبة الحسين المقدس الحاج حسن رشيد العبايتشي أن مضيف الإمام الحسين عليه السلام يقدم 4 ملايين وجبة طيلة أيام زيارة الأربعين، ويسعون إلى تقديم 5 ملايين وجبة. ماذا عن هذا التصريح وماذا عن هذا الموضوع؟ من بداية صفر إلى نهاية الصفر كان 5,300,000 وجبة كان الشهر كله. أما الآن طبعا يعني الاعداد اتصور الزوار اكثر هالسنه، لانه احنا العام بالنسبه للمدن اشتغلت من يوم 10 صفر، بس السنه مدينه الامام الحسن اللي هي طريق النجف اشتغلت من يوم 6 بالشهر، اضافه الى مدينه فاطمه الزهراء اللي انفتحت هالسنه، يعني وحدها تاخذ 1500، لانه راح يشتغل من يوم 5 صفر الى يوم 27 او 26 برجوع الزوار. الآن يكملون الزوار يلا، فيكون الأعداد أكثر من هذا. هل هنالك متطوعين من المحافظات العراقية يساعدون المنتسبين في مضيف العتبة الحسينية المقدسة؟ بالنسبة للمتطوعين عندنا 400 متطوع، لأنه مو عندنا موقع واحد، لأن تدري المخازن يحتاجون متطوعين، عندنا معمل الصمون يحتاج متطوعين، عندنا معمل الثلج يحتاج إلى متطوعين، إضافة للمطابخ. 400 وجاز اكثر من 400، لانه الاعداد يعني هسه البارحه قاعد يبلغوني انه 85 او 84000 صمونه من غير الخبز، هذا بس للعشاء، هذا بس للداخل هنا، مو المدن وحده، كل مدينه هي عندها معمل مال صمون هي تشتغل معامل. احنا عندنا اكثر من معمل مال صمون، قسم معامل متحركه قسم ثابته. فاحنا بالنسبه للمضيف عندنا معامل ثلاثه، يعني معمل متحرك ومعملين
ثابتات، اما المدن كل مدينه لها معملها. الأربعين وانت بحاير، اجانا الأربعين وانت بحاير، قلدني الزياره وامشي. احنا من محافظه البصره من 2004 مشاركين بخدمه الامام الحسين عليه السلام، كنا على حفظ النظام كبدايه الامر يعني، وبدينا يعني حفظ النظام، بدينا على التفتيش، بدينا بالصحن، بعدين انتقلنا للمضيف مع الامام الحسين عليه السلام. واجباتنا مستمره، مرات يطلع واجبنا على غير يعني، على بين الحرمين، يطلع على باب الكرامه، يطلع على باب القبله، ف باي واجب يردون احنا ان شاء الله مستعدين. هسه حاليا 137 واحد احنا بداخل المضيف. بصراحه هو اولا دافع يعني عشق الحسين عليه السلام. الشيء الثاني احنا يعني مطوعين نفسنا ومجاهدين نفسنا، والاغلبيتنا قسم من عندهم موظفين ياخذ اجازه، قسم من عندهم حتى بالاجازه مالته يقطعون من الراتب مالته. هسه احنا مرات نقطعون من الراتب، يقول انا ما اريد الراتب، يعني هو مناوب، والمناوب يحسبوا له اليوم باربع ايام، او مرات اليوم كل يومين يحسبوا له 8 ايام، يقول انا راتب. اهم شيء انا اشارك في خدمه ابا عبد الله الحسين، وبنفس الوقت يخدم زوار ابا عبد الله الحسين عليه السلام. قلدني الزيار. انا زار من كندا، وصار لي اكثر من 10 سنوات تقريبا في خدمه المولى ابي عبد الله الحسين، وفقنا الله وببركه الامام الحسين الى خدمه زوار الحسين واستشعار مسيرة السبي لسبايا أبي عبد الله الحسين. في العتبة الحسينية يعني لأكثر من سنة تتغير الآليات بالنسبة إلى توزيع الطعام وإلى إعداد الطعام وإلى الماء، توزيع الماء على الزائرين. أكثر من نوع من مقبلات جاي نعمل، واحدة منهم الباذنجانية، نعمل الحمص بطحينة. طبعا هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، انه بان الله سبحانه وتعالى كرمنا بهذه الكرامه انه نكون من خدام الامام الحسين عليه السلام، ومساعده اخواننا المنتسبين في اعداد الطعام وتوزيعها الى زوار ابي عبد الله الحسين. الزياره ابسط شيء نقدمه بهالوضع. اليوم كنا في ضيافه مضيف السيد ولاء ابو عبد الله الحسين، وكانت الجهود مشكوره، وبارك الله فيهم ودام الله هذه النعمه عليهم، وإن شاء الله إن شاء الله القبول، وإن شاء الله إن شاء الله أن نكون مع صاحب العصر والزمان بالتوفيق والنجاح. والله يعني جهود مشكورة، تعامل جدا سمح وطيب، يعني ماكو تفرقة، نشوف هنا الكل الزوار متساوي، كلها مجتمعة على محبة سيدي مولاي أبا عبد الله الحسين، وهذه هي تربية أبا عبد الله الحسين، وهذه تربية أبا عبد الله الحسين. إن شاء الله نسأل الله القبول، نسأل الله حسن العاقبة، نسأل الله التوفيق، موفقين إن شاء الله. نيابة نزور كلنا بهس. خلية نحل تشتعل بالنشاط والحيوية، حيث يبذل خدمة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام جهودا حثيثة في تقديم الوجبات وأفضل الخدمات المجانية لزوار الإمام الحسين عليه السلام. نعم أحبتي، إلى هنا وإياكم وصلنا إلى ختام تغطيتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في تغطيات أخرى. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، دمتم في أمان الله وحفظه.